نحن مع سباق رئاسيات سبتمبر 2024، هذه الانتخابات الرئاسية اللي عرفت مشاركة وجوه، على الأقل نقول وجوه مميزة، ليس كالانتخابات التي تعودنا عليها في السنوات الأخيرة والتي كانت ربما يترشح فيها كل من هب ودب. الآن إطارات كبيرة، شخصيات معروفة سواء معارضة أو التي كانت أو موالية، ولكن هناك سباق انتخابي مفتوح. ضيفنا لنهار اليوم شخصية مميزة عرفت بمعارضتها للنظام، نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة رحمة الله عليه، كانت من الأوائل الذين خرجوا في حراك 2019. كذلك عرف مسارها جدل، خاصة وأنها كذلك معروفة بقربها في وقت سابق للنظام. إذن شخصية على الأقل مركبة. أتحدث اليوم عن السيدة زبيدة عسول المرشحة لانتخابات رئاسية 2024. شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك في 60 دقيقة تروت، لك كل الحرية ولنا كل الحرية حتى نسألك سيدة زبيدة عسول. شكرا، مساء الخير الزول، نشكرك أولا على الاستضافة، بارك الله فيك. إذن زبيدة عسول، بدأت مسيرتك كقاضية في عام 1981، ثم إطارة في وزارة العدل عام 1987، كذلك تم تعيينك في الأمانة العامة للحكومة كمسؤولة للدراسة والتلخيص، ثم انتقلت إلى المجلس الوطني الانتقالي سيانتي الذي شهد اغتيال 7 من أعضائه على يد الجماعات الإرهابية خلال ولايتهم. أخيرا أعلنت عن نيتك الترشح لرئاسيات 2024 بعدما كنت من الرافضين في الانتخابات السابقة لكل ما يتعلق بالرئاسيات سواء أو البرلمان أو الانتخابات بشكل عام. لماذا سيدة زبيدة عسول اختارت هذا المسار هذه المرة؟ ما الذي تغير؟ في الحقيقة أكنسيت مرحلة مهمة بالنسبة للمسار تاعي، هو أني أسست الحزب إلى مجموعة من الأصدقاء والرفقاء سنة 2012، وتحصلنا على الاعتماد على الحزب اللي راني نقوده منذ ذلك التاريخ، اللي هو الاتحاد من أجل التغيير والرقي، واللي هو أعطاني المسؤولية أن أترشح لهذه الانتخابات الرئاسية 2024. الحقيقة أن السياسة في حد ذاتها كل كانت تتويج لمسار، لأنه أنا في بداية مساري المهني كنت اخترت القضاء عن اختيار حقيقة، عن قناعة، لأنه في قناعاتي وفي تفكيري وفي مساري كنت دائما نمن باللي القضاء مهم جدا في استقرار وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، هو ركيزة المجتمع طبعا، وهذه أنا وعيت بهذا الشيء وأنا كنت صغيرة. يعني باش نقول لك أنا كي خممت واش ندير مهنة في حياتي، كنت أعتقد ما وصلتش 10 سنوات كنت حابة نولي قاضي، يعني باش تعرف باللي هذا الشيء يعني جاني وانا صغيره، لانه كنت ما نحبش الحقره، ما نحبش التمييز، ما نحبش الاقصاء، ما نحبش التهميش وتوسا، دونك هذه المحفزات هذه كل او هذه المشاعر من بعد تبلورت في اني اخترت مهنه القضاء، لانه يعني انا نعتبر مهنه القضاء مش كالمهن العاديه، يعني ما انا حتى ما نسميهاش مهنه. القاضي عنده رسالة مجتمعية، يعني أنه القاضي عنده قوانين مهمته أنه يطبق القانون، ولكن ما هوش آلة فقط لتطبيق القانون، عنده الجانب الإنساني. الجانب الإنساني أنه القاضي لازم كل وضعية وكل حالة يلقى لها الحل المناسب لها بالنسبة للشخص هذاك، ظروفه الاجتماعية، ظروفه النفسية، ظروفه مش فقط ديال الحبس، لا مش فقط هزه، مش على هذاك نقول مش آلة قمعية، مش آلة القمع، مش هذا هو دور القاضي. وبالتالي اعتقدت أنا في نفسي باللي من خلال مهمتي ورسالتي كقاضي نقدر نساهم بقدر قليل طبعا في إطار المهام والصلاحيات اللي عندي،
باش على الأقل نوصل ونطبق القانون وأستطيع أن أبسط العدالة إلى حد ما، لأن العدالة البشرية دائما نسبية، ما كانش عدالة، العدالة الحقة هي العدالة الإلهية عند البشر، كلنا خطأون بحسن نية أو بسوء نية، هذا هو هنا وين الكورسور وين تحطه، كاين اللي يغلط عن حسن نية ولكن نوايا حسنة، كاين اللي يغلط عن انعدام كفاءة، وكاين اللي يغلط قصدا ومتعمد، دونك باش ما نحطوش الناس كل في سلة واحدة. وبالتالي هذا المسار هو اللي خلاني اخترت القضاء. من بعد طبعا تجربتي في القضاء، أنا كنت في ظروف أخرى وفي ظروف اجتماعية اقتصادية سياسية أخرى، لأن دخلت القضاء سنة 1981. من بعد السياسة جات كتتويج، لأنه من خلال المواقع تاعي اللي شغلتها سواء في القضاء في المحاكم أو على مستوى وزارة العدل، كنت ثاني مفتشة في سنة 90 إلى نهاية 93. وبالتالي جات مرحلة التسعينيات، مرحلة الإرهاب، عشنا كارثة كبيرة في بلادنا. هذيك الفترة هذيك خلتني فريمون نشعر باللي عندي مسؤولية كمواطنة قبل كل شيء، ما نقدروش نشوفوا بلادنا تنهار ونقعدوا نتفرجوا فيها. دونك انا ما كنتش اصلا لا سياسيه انذاك، ولا كانت عندي النيه اني ندير مسار سياسي بكل صراحه. ما كانتش عندي النيه هذه اطلاقا، بس كنت نعتقد كما اغلبيه الجزائريين والجزائريات باللي كل انسان فينا يقدر يخدم بلاده من خلال المهمه ولا الرساله اللي راه حاكمها. بصح لما تخوض التجارب والممارسه ولو فيكو تفهم بعد باللي هذا لا يكفي لتغيير اوضاع البلاد، وخاصه انك توصل الى حوكمه اللي تمكن البلاد انها تتطور وتمكن البلاد انها تبني مؤسسات قويه، وانه البلاد يكون فيها رخاء ويكون فيها امن واستقرار حقيقي للمجتمع. اذا السياسه سي اون فو جيتها كنتاج لكل هذا المسار نتاعي، كي فهمت باللي على مستوى الفردي ما نقدرش نغير بزاف حوايج. وعلى هذا كي وقع الانفتاح سنة 2012 طبعا مع أصدقاء أسستوا الحزب، أسسنا الحزب. حتى الآن ما جاوبتينيش على السؤال ديالي، ولكن معليش نقدر نأجله لأنه دخلتي لي في مسارك وتاريخك. زبيدة عسول بن قاضية إلى عضو مهم في سي أن تي، ما يقال أو على الأقل نحن كإعلاميين ما كبرنا عليه، أن السيدة زبيدة عسول كانت مقربة لجهات نافذة في النظام آنذاك، وهذا الشيء معروف يعني حتى في مواقفك. لا، كان عندك ربما مقربة لجهات نافذة، كانت هذا النظام آنذاك في التسعينات ولا كان يحتاج لشخصيات سواء من الرجال ومن النساء حتى ربما إعادة ضبط المجتمع ولا إعادة ضبط السياسة في الجزائر من الناس اللي كانوا، كانت سيدة زبيدة عسول. لم يختار اسم آخر ولكن اختير سيدة زبيدة عسول. أنا السؤال اللي حبيت نطرحه لك، كيف وصلتي حتى رحتي المجلس الانتقالي؟ وي، السؤال في المحل، من حقك انت كصحفي تسأل ومن حق المواطن يعرف. وأنا دائما من نهار دخلت معترك السياسة وأنا كنت إنسانة صريحة ودائما أتحمل جاسوم لي شوا تاعي والمواقف تاعي والاختيارات تاعي، دائما جلي زاسوم. نعم، باسكو المواقف هذه جات بناء على قناعات اولا شخصيه، ثم بعد ذلك مصلحه البلاد تهمني قبل مصيري انا كشخص وقبل مصير الحزب وقبل مصير اي واحد. يعني انا مواقفي دائما ثابته. كيف وصلت للمجلس الوطني الانتقالي؟ انا كما قلت لك ما كنتش مساري اولا كقاضي ما يسمحليش ندير السياسه، وانت تعرف هذا الشيء. نعم، من الناحيه الدستوريه ومن القانون قضاة ممنوعين انهم ينخرطوا في احزاب سياسيه ولا يديروا العمل السياسي. لما وقع توقيف المسار الانتخابي في 1992، انا في ذاك الوقت كنت مفتشه في وزاره العدل، دونك كنت بعيده تماما عن السياسه. من 90 الى غايه نهايه 93 كنت مفتشه في وزاره العدل. ديك سيده زبيده عسول، حتى باش من لانه كانت تساؤلات من خلال كلامك يطرحهم ربما المشاهد، كيفاش السيده زبيده عسول بدات 1981 كقاضيه ثم مباشره صعود الى اطار كبير في وزاره العدل في غضون سنوات قليله؟
نظن باللي هذه كانت احيانا في الحياه يجيوك فرص اللي انت ما تحسبهم ما تديرهم. احنا من حقنا نشكو. لا 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 من حق تسال مش تشك لانه لا كي نشوفوا لولا اجابتك ربما ايه؟ لولا تكون اجابه وافيه منك نقولوا اوكي كاين ناس اللي لا 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 دوك نحكي لك بكل صراحه وما عندي حتى مشكله انا نحكي الامور هذه بكل موضوعيه وكما صارت حقيقه ما نزيد ما ننقص. أنا كي كنت أو ميم طون في القضاء كنت أيضا أمينة وطنية لاتحاد الحقوقيين. تسمع به اتحاد الحقوقيين؟ اتحاد الحقوقيين هو منظمة مهنية تجمع القضاة والمحامين وكل العاملين في الحق القضائي. نعم. أنا ذاك وفي هذا الاتحاد هذا كنت أنا أمينة وطنية في اتحاد الحقوقيين. نعم. داكور؟ دونك الى جانب اني كنت نمارس في القضاء كنت عضو في جمعيه اتحاد الحقوقيين الجزائريين. العمل تاعنا كان عمل تقني قانوني تقريبا كنا احنا اللي نروحوا نديروا لقاءات ننظموا نهتموا كل ما يتعلق بالشان القانوني سواء في القضاء او في مثلا باقي المؤسسات كما المجالس المحليه والى اخره. ونشط انا برزت كان الاتحاد هذاك الوقت يترأسه سي حمد مطاطله الله يذكره على خير ولا الله يرحمه مانيش عارفه الا توفى ولا مازال على قيد الحياه. اذا كنت امينه وطنيه مكلفه بالتشريع وكنت المهمه تاعي في القضاء كنت نخدم في مجلس قضاء ام البواقي كنت في محكمه خنشله قاضي حكم. فقررت في اطار نشاط الاتحاد درنا مؤتمر واسمه عدم انسجام النصوص القانونية مع أحكام الدستور وإشكالات التطبيق. هذه أنا اقترحتها على الأمين العام تاع الاتحاد ذاك الوقت. قلت له يا ولدي أنا كقاضي كممارسة رانا نشوفوا باللي كاين بعض النصوص القانونية اللي مش منسجمة مع أحكام الدستور ومش منسجمة أحيانا فيما بينها. ماذا بينا كون نديروا مؤتمر وطني ونحاولوا نتناقشوا لعل نخرجوا بنتائج انا كممارسه لانه كي تكون قاضي وتجي تطبق القوانين وتلقى الواقع حاجه والقانون حاجه تطرح اسئله وهذا واجب كل قاضي انه يقدم مساهمات في هذا الاطار. دونك درنا هذا الملتقى ونتذكر درناه في بيتنا في بالاتصال مع الله يرحمه المجاهد سعيد بوحجه كان هو محافظ تاع بيتنا. هذاك الوقت رحت انا اتصلت عن طريق الامين العام تاعنا تاع الاتحاد رحت شفت سي سعيد بوحجه ربي يرحمه وقلت له سي سعيد ولا نقترح عليك الا تقدر تعاوننا هنا في بيتنا نجيو نديروا ملتقى باش نناقشوا المسائل تاع القانون ايتو. قال لي بكل فرح وسرور دايوغ يعني من حيث التمويل تاع هذا النشاط هو اللي تكفل به ثم مع الولايه الى اخره. وكي درنا الدعوات قدم الدعوه لوزير العدل. هذاك الوقت كان محمد شريف خروبي ربي يرحمه كان وزير العدل. درنا الملتقى الامين العام سي احمد مطاطله ضحك عليا كي بعثت لانفيتاسيون لوزير العدل قال لي يا زبيده يعني تناقض يعني قال لي يا زبيده ربي يهديك. نو مش على تناقض قال لي ربي يهديك كنت وزير العدل راح يجيك على ملتقى. قلت له شوف ذاك الوقت جيتي جان كنت صغيره وكلش عندي واحد لو ديناميزم فوق اللازم. قلت له معليش الا ذكي ويهمه مسار القضاء والقانون درك يجي الا مش ذكي ربي يسهل عليه حنا نخدموا بلا به. كانوا بزاف شخصيات اللي جاوا حاضروا كان فيها ربي يرحمه بوشعير كان هنا كان حاكم لا فاكولتي دو دووا مع كان يقري هنا في في معهد الحقوق في الجزائر جا حاضر. كان علي بن فليس كان نقيب تاع تعباتنا عمر الشريف كان يعني شخصيات كبيرة قانونية اللي جات حاضرت في هذاك الملتقى. وفعلا تفاجأنا أنه وزير العدل جاء دونك جاء حضر الملتقى وكي جاء حضر فريمون في اللقاء اللي كنا في الليل تعشينا في مقر الولاية مع الوالي كان سي محمد السراج الله يرحمه. دونك بديت انا نهضر بهذيك العفويه والحماس نتاع قاضي شاب باغي يغير قداش حاجه. بديت نهضر مع وزير العدل نقول له هاو سكين فابا هاو واش كاين على ارض الواقع واش كاين واش كاين. بون الامين العام تاع الاتحاد كان شويه محرج يخزر فيا هكا يا زعما نقصي شوي وانا خلاص تحمستي تحمست وقلت واش عندي نقول.
ومن بعد سي حمد كي كملنا الملتقى كان ملتقى ناجح وعلى اثره داروا زوج لجان، وحده في قانون الاجراءات المدنيه وحده في قانون الاجراءات الجزائيه، نصبهم الوزير على مستوى وزاره العدل وبداوا يعني يعملوا كيفاش ينقحوا بعض النصوص باش تنسجم مع احكام الدستور. دونك في هذيك كي كملنا الملتقى الامين العام تاعنا سي احمد مطاطلة قال له سيد الوزير عندي طلب، اذا ممكن الانسة عسور راهي تخدم هنا قاضي في خنشله، وحنا على بالك الامانه العامه تاع الاتحاد راهي في الجزائر وبعيد عليها الحال وكيفاش تنقل وحنا نسحقوها وكذا. من بعد الوزير الله يرحمه مسكين ضحك له في وجهه قال له كيفاه سي احمد تحب انا نريب داري ونعطيك الحجر باش تبني انت دارك؟ قال له نو 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 انا قاضي كما هذه ما نقدرش نسلم فيها. وبقات في هذاك الاطار كملنا الملتقى نجح الى اخره، خرجنا ب دي ريكومونداسيون يسمى طرحناها وبعثناها للوزير. اعتقد اسبوع من بعد عيطوا لي من الوزاره، عيط لي سي صالح نور الله يرحمه كان مستشار تاع الوزير وكان مدير المعهد تاع القضاء كي كنت انا طالبه في معهد القضاء، عيط لي قال لي الرئيس ولا الوزير راهو عطاك موعد قال لك نهار الفلاني تجي. قلت له غير الخير سي الحاج تو، قال لي والله ما على بالي. هاو الوزير قال لي قولها تجي، اعطيها موعد تال جوغ نظن كان نهايه الاسبوع، قال لي في بدايه الاسبوع روحي. نعم نذكر كان الوالد تاعي ربي يرحمه كان مازال حي، عيط له قلت له بابا شري لي بيي دافيون على قسنطينه باش نروح للجزائر. خير بنتي؟ قلت له نعرف وزير العدل استدعاني ما على باليش. جيت لوزارة العدل دونك تلقيت الوزير مرحبا بك وكذا، الحق كان فرحان بالملتقى قال لي يعطيكم الصحة ملتقى كان ناجح من جميع الجوانب وكانت مقترحات مفيدة وراني نصبت زوج لجان باش يبداو يدرسوا هذيك المقترحات تاعكم. قلت له حاجة مليحة. قال لي بصح كيفاش سي حمد داو يقترح عليا باش ندير كان ديتاشمون تروحي لاتحاد الحقوقيين، وبدا يسمح بيقنعني بعكس ذلك. وانا ما طلبت والو في هذه الحالات كلها، انا القضاء كنت فريمون سي تميتي اللي حبيته يعني مانيش مستعده باش نتنازل على القضاء. قلت له بصح السيد الوزير انا ما طلبت والو، يعني سي احمد صح كي نديروا الاجتماعات انا بعيد عليا الحال وباش نجي وعندي الملفات تاعي في المحكمه الى اخره شويه صعوبه. قال لي بصح انا لا لا ومانيش موافق، وكيفاش انت راكي في بدايه المسار المهني تاعك وتقطعي المسار المهني تاعك لا كارير سي با نورمال اكسترا اكسترا. قلت له سيد الوزير معليش يعني انا ما عندي حتى مشكل نقعد نخدم وراني وكي تعود اجتماعات نجي للجزائر وخلاص. قال لي لا لا انا عندي اقتراح نقدمه لك، وانا وزير العدل سيتي اول مره في حياتي اللي نشوفه في هذاك الملتقى، اول مره نشوف الوزير ما عمري ما تلاقيت مع وزير العدل. قلت له نعم سيد الوزير. قال لي والله انا نقترح عليك حل احسن، نجيبك هنا للوزاره نعينك نائب مدير. انا تشوكيت ما نكذبش عليك، خزرت فيه قلت له بصح تسمح لي سيد الوزير انا ما عندي حتى تجربه في الاداره وما نعرفش الاداره اطلاقا، انا قاضي خدمت وقريت باش ندير نمارس مهنتي في القضاء، دونك مانيش حابه ما نعرف والو في لادمينستراسيون. جيتي سانسير قلتها له في وجهه، قلت له ما نعرف والو في لادمينستراسيون ما نقدرش نجي. قال لي لا 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 جو سوي سور باللي تسلكيها. سي كوم سا كي لقيت روحي تعينت اول مره نائب مدير في وزاره العدل سنه 87. ومن بعد كيفاش اقترحتي السي ان تي؟ الوغ السي ان تي انا من بعد غادرت وزاره العدل في نهايه 93 دونك ديسمبر 93 خرجت من وزارة العدل كمفتشة وتعينت مكلفة بالدراسات والتلخيص في الأمانة العامة للحكومة. بزاف الناس يحسبوا الأمانة العامة الحكومة تبع الحكومة، هي الأمانة العامة للحكومة هي مصلحة تقنية تبع الرئاسة الجمهورية اللي هي تقوم بإعداد في المرادية اكزاكت، لانه كي عاد اسمها لو اس جي جي لو سكرتاريا جينيرال دو غوفرنمون بزاف الناس يحسبوها تبع الحكومه. هي من تقوم باصدار الجريده الرسميه يعني، هي عندها الجريده الرسميه عندها مديريه فقط. نعم. ولكن الاس جي جي والقوانين مشاريع القوانين تاع الحكومه. نعم. يتم اعدادها ودراستها مع القطاعات على مستوى الامانه العامه حتى للحكومه، مراسم التعيين وانهاء المهام تروح للاس جي جي. طبعا طبعا. دونك انا كنت في الاس جي جي، تعينت في الاس جي كمكلفه بالدراسات والتلخيص في نهاية 93 وقعدت من هذيك الفترة حتى 194. 194 كانوا راح يديروا مؤسسات المرحلة الانتقالية اللي هما
رئاسة الدولة، كان الرئيس الله يذكره على خير لمين زروال، نعم، والحكومة والمجلس الوطني الانتقالي. المجلس الوطني الانتقالي وهذه المؤسسة تاع المرحلة الانتقالية جات نتاج، داروا ندوة وطنية تاع الحوار آنذاك، وهذيك الندوة هي اللي خرجت بين بلاتفورم، يعني أرضية سموها أرضية الوفاق الوطني، نعم، وين داروا مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات لمحاولة يعني مواجهة الـ مواجهة الفراغ المؤسساتي، نعم، نتيجة توقيف المسار الانتخابي. كان فراغ مؤسساتي، وتعلمت عليها سي الدكتور الخطيب الله يذكره على خير. دونك كان ثم في الرئاسة عيط لي قالوا احنا في المجلس الوطني الانتقالي كاين احزاب سياسيه، كاين مجتمع مدني، ولكن كاين 30 اطار سامي تاع الدوله من كل القطاعات، هما كانت محسوب في النظره تاع المؤسسه تاع مرحله انتقاليه هذوك الاطارات الساميه هما اللي راح يكونوا اذا حبيت العجله تاع العمل في هذا في المجلس الوطني الانتقالي. كانوا مدراء تاع مؤسسات عموميه كيما حميد حداج الله يرحمه اللي تي ولا مازال حي، يعني تنفي انت سيده زبيده عسول انه الذي كان يقف وراء سيده زبيده عسول هو وزير الدفاع الاسبق راحل المرحوم خالد نزار، جنرال خالد نزار. انا لحد الان والله غير غريب، انا شوف في بلادنا بزاف نمشيو بالدعايات ونمشيو بال حتى الصعود كان شويه يعني اوكي اليوم راكي حكي يعني قلت لك وزير العدل انا ما نعرفوش سيدة وزير العدل هو اللي عيني انت اليوم راكي حكيتي، ولكن من حق الواحد كي يشوف صعود مثل هذا انه في بلادنا نعرفوا انه كاين لي كود بوس. معليش انا حكيت لك المسير بكل صدق. انا اولا وزير العدل الله يرحمه خالد نزار عمري ما تلاقيته في حياتي وعمري ما شفته، وزير الدفاع عفوا، ما عمري ما شفته في حياتي وعمري ما تلاقيته. لو كان كنت من الناس اللي دافعوا عليه في وقت ما، وين دافعت عليه؟ وعلى خالد نزار كان متهم باش ندافع عليه؟ لا في قضية من يقتل من و أولا هذه من يقتل من، هذه فرنسا اللي دارتها دوك، إلا احنا نتبعوا فرنسا واش تقول علينا هذيك حاجة أخرى. نعم شكون شكون قال هذه مقولة من يقتل من؟ كي توي كي؟ فرنسا نو؟ نعم واش انا نتبع واش تقول فرنسا؟ انا وزير الدفاع عمري ما شفته يعني للتاريخ برك، لا هو ولا غيره، باسكو بزاف الناس انت كمل مادام ما تحشمش تقول لي قالوا وزير الدفاع وقالوا جنرال توفيق، ما عمري هاني يا اخي جنرال توفيق مازال على قيد الحياه، نعم يا اخي هاني نهضر مباشره قدامه الى في نهار في حياتي ولا حياته هو تلاقيته ولا شفته. موش عيب انك تلاقى، لا لا ممكن تلاقى بالعكس، علاش وعلاش هذه يعني جريمه مش جريمه، نقدر نتلاقى مسؤولين تاع الدوله يا اخي هذو مسؤولين تاع بلادي ما تلاقيش مسؤولين اجانب. اكيد وهذا هذا الجواب دونك يعني باش نقول لك ما عمري ما تلاقيتهم لا المرحوم النزار ولا جنرال توفيق ولا حتى جنرالات اخرين يعني ما تلاقيتهمش لانه انا مساري اصلا ما يأهلنيش اني نتلاقى هاد الناس. وقتاش جيت للسياسه؟ انا جيت عام 2012 حتى 2012 باش جيت للسياسه، ما جيتش قبل. قبل انا كنت قاضي، تعرف شحال كنا القضاة انا ذاك؟ كنا اكثر من 3000 قاضي. نعم وعلاه انا قاضي جايه من خنشله من قاع الدنيا من هيه راح نعرف الجنرالات؟ ما عندي حتى علاقه معاهم الحق يعني. ولو كان عرفتهم ما عندي حتى اشكال، هذو جزائريين كيما انا وعندهم تجربه وعندهم حياتهم ومجاهدين. هذه الاشاعات قاعده تترافق مسارك يعني. معليش اليوم معليش راكي عجبتي عليها. شوف المشكل في بلادنا سيك لما تجي كذوبه ودعايه مبنيه على اوهام ناس، ناس يبيعوا الوهم للعباد كي ما يلقاوش مبررات جديه يبيعوا الوهم. انا كاين الناس اللي علول قالوا خالد نزار تكلم عليها في مذكره، تكلم على زبيده عسول، جبت لهم الكتاب وجبت لهم الصفحه ونشرتها، قلت لهم راهو يتكلم على زميلتي اللي هي قاضيه وراهي عضو مجلس المحكمه الدستوريه الان السيده ليلى عسلاوي، اللي الارهاب قتل لها زوجها. نعم السيده عسلاوي ربي يرحمه. دونك تكلم على ليلى عسلاوي لانها كانت وزيره انذاك في الحقبه هذيك، وقالت لقيت السيده ليلى عسلاوي هاي واش قالت لي واش قالت. حطيت لهم الصفحه هذاكم ما صدقوش. نو مش ما صدقوش، ما يحبوش يصدقوا، كاين فرق. دونك حابين يكملوا في الوهم تاعهم. اليوم رانا هنا للتوضيح، اوكي 2012 خلينا المسار السابق، 2012 دخلتي معترك السياسه، بداتي في معارضه الرئيس الراحل المرحوم عبد العزيز بوتفليقه رحمه الله عليه. انت ومجموعه من السياسيين كانوا ديو ديبا، كنا نشوفوا معارضه ثم لقاءات ثم معارضه ثم هدنه ثم معارضه هدنه
حتى احنا ما فهمناش المسار هذاك كيفاش كان مع سواء مع السيدة المحترمة السيدة لويزة حنون ومع مجموعة من الشخصيات السياسية. لا شوف، أنا أولا نحب نوضح حاجة مهمة جدا. أولا أنا عمري ما نعارض الأشخاص مش نتفقوا، خاطر أنا كنت هز المسار تاعي من نهار دخلت السياسة من 2012، عمري ما شخصت أني ضد الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة. ما كنتش ضده كشخص، لأنه أنا مش من جيلي أولا، سامحني ماهوش من جيلي، ما نعرفوش شخصيا. نعرف تاريخه، وأنا كي كان المرحوم عبد العزيز بوتفليقة وزير أنا كنت في الكوليج، كنت نقرا في المتوسطة يعني، دونك ما نعرفوش، ماهوش من جيلي، ولكن نعرفه تاريخيا، قريت تاريخ بلادي. دونك ما نعرفوش شخصيا. أنا لما انتقد كي دخلت معترك السياسة، انتقد سياسات الرئيس بوتفليقة، ولم انتقد بوتفليقة كشخص، ولم أكن ضده كشخص. والدليل على ذلك من نهار جاب بوتفليقة في 1999 وأنا اقترحوا عليا باش نكون عضو في الحملة تاعو ورفضت. يعني اقترح عليا صديق قريب مني، قال لي ماذا بينا تكوني معنا، قلت له لا كثر خيرك مي شو با انتريسي. داكور، انا انتقد سياسات الرئيس المرحوم بوتفليقة، ولكن كشخص عمري ما قلت عليه كلمة في حياته، في عائلته، في جامي. يشهد لك يعني. انا هذه راي فلسفة تاع حياة. انا سألتك ان بروبليم دو ديتيك. نعم. انا بالنسبة لي السياسة لا يجب ان تكون فوق الاخلاق والقيم. انا ننتقد سياسات، ما ننتقد الاشخاص من مسهم، لا في عرضهم، لا في شرفهم، لا في عائلاتهم. نعم. انا سألتك على المعارضة. لا، ما كنتش هدنة. انا عمري ما كنت هدنة مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. انا كنت لما اسست الحزب قدمت الطلب تاعي، استنيت من درنا المؤتمر في اكتوبر 2012، تحصلت على الاعتماد 19 مارس 2013. من هذاك التاريخ كي الرئيس بوتفليقة لما مرض وجاه لافيسي ربي يرحمه، انا الاولى اللي قلت يجب تطبيق الماده 88. انا ذاك كانت الماده 88 من الدستور، يعني لومبيشمنت، ايه مش 102، بعد كي تعدلت ولات 102. اذا انا كنت دائما مواقفي ثابته. بصح نهار دار الرئيس كلف الوزير الاول، كان مدير الديوان تاعو احمد ويحيى، كان كلفوا باش يدير المشاورات حول تعديل الدستور، شاركت لانه انا عمري ما كنت معارضه من اجل المعارضه. نعم. لا درك النظام يقول لك، ولا السلطه القائمه تقول لك حنا سيدي بناء على المقترحات تاعكم والملاحظات تاعكم انا باغي نعدلوا الدستور، اعطيونا مقترحات. تقول له نو، ما نقدمش مقترحات، نو انا نرفض سياسه الكرسي الشاغر. قدمت مقترحات في كيف اتصور دستور يضمن الاستقرار المؤسسات. نعم. ويضمن حريات وحقوق المواطن، وقدمت دستور. يعني أنا كامل. شاركتي مش وشاركتي يا راجل، ذوك يتقدم مقترح تسمى شاركت؟ لا، كي تشارك في الحكم. نعم. كنت دخلت الحكومة. نعم. كنت في البرلمان. لو كنت دخلت في الـ في الـ الـ مثلاً الانتخابات الشرعية والمحلية، ما دخلت حتى انتخابات. نعم. رافضة. نعم. رافضة لماذا؟ لأنه قانون الانتخابات أنذاك تاع 2016 تمت صياغته على مقاس أحزاب السلطة. نعم.